بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الوقت إن شاء الله إحنا بنعمل فيديو لطريقة عمل الكوريوم من دهانات الجزيرة. طبعاً أنا بيجي عندي الأساس، بيجي للجزيرة سلك ديكور برايم زي ما أنتم شايفين كده، سلك ديكور برايم ده الأساس، بنعت منه وجهين. ومعايا التشطيب، ده بوذة التشطيب، ده الكوريوم. هذا كل ده الكل. احنا بنعمل الاساس الاول وجهين زي ما انتم شايفين على الجدار كده، وبعد كده بنجيب الكل من ده ونخف شويه على قد البطانه بالروله، يعني نبطن بالروله، وبعد كده بعد ما بتنشف بنحط ايه وجهين كوريوم بالمالك بقى زي ايه نظام لطيف. تابعونا احنا مكملين معاكم ان شاء الله. طبعا ده الكوريوم، بنخف شويه في الجالون قيمة مثلا 25% ميه على الـ على الـ على الـ على الكوريوم. احنا طبعا حاطين الميه وحاطين الكوريوم مجهزينه، يعني احنا بنحط الكمية مثلا لتر يبقى عليه ربع لتر ميه 25%، وبعد كده نبدأ ايه ندهن الوجه الأولاني بالرولة. المعلم محمد طلعت هيقوم يكمل اهون رل. بنطيب السقف والجدران من الجوانب والمفاتيح بتاع الكهرباء وننظف الجدار، طبعا بيكون الجدار ناعم. طبعا المعلم عبد العزيز قورة ربنا يديله الصحة شغال برضه معانا مكمل معانا في الفيديو. هيبدأ أبو طلعت أول بقى يدي الوجه الأولاني كوريوم بعد ما عطينا الوجهين الأساس كوريوم بالرول من نفس اللون. طبعا البطانة بتيجي نفس اللون، بس نحب ننوه الاخوة اللي بيتابعونا على اليوتيوب يتابعونا على جروب فيسبوك مدرسة الدهانات والديكورات الحديثة، هتلاقوا الرابط بتاع الجروب تحت الفيديو على طول. الرابط بتاع الجروب هتلاقوه تحت الفيديو على طول، اللي عاوز يشترك معانا يستفسر عن اي حاجة، وصفحتي الشخصية وتليفوني الواتس وتليفون الاتصال هتلاقوه برضو ايه على الفيديو ان شاء الله. هنخلص بقى بطانة كده ونرجع لكم بقى في الطريقة التانية بتاعت الكوريوم اللي هي بالمالك. في ناس بتشتغل بالمالك الاستانلس وناس بتشتغل بالمالك ايه البلاستيك. تابعونا احنا مكملين معاكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بعد ما بطلنا طبعا بنصنفر الجدران بصنفرة ميتة خالص، تكون يعني مثلا 400 صنفرة ناعمة خالص، علشان ما يبقاش فيه أي حباية رملة في الجدار. يعني بنعم الجدار بالصنفرة زي ما المعلم عبد العزيز كده شغال، صنفرة تكون ناعمة خالص، يعني من 220 وأنت طالع 220 320 400 علشان تطلع ايه الحيطه ما فيش فيها حبات رمل. بعد كده بقى هنجيب الكوريوم من غير ما نخفه خالص ونشتغل بالروله ايه اكسات فرد بقى ايه اكسات، وبعد كده هنشتغل بالمالك. المعلم عبد العزيز برده ايوه تمام، ما ترميش زياده عن اللزوم، خليك متوسط في الفرد. ايوه كده ايوه، روله عكس روله تمام، وزع صح. ايوه الحاجات اللي ما كانتش دي، الله ينور عليك يا معلم عبد العزيز. معلم عبد العزيز قورة نجم من نجوم الديكورات. ده شغل مهندسين ده. طبعا معايا انا معايا المالي جوهن اللي انا هشتغل بيه بعد المعلم عبد العزيز ما فرد، وهو لسه بيطلع على طول، يعني زي ما انتم شايفين كده هو بيفرد قدام مني وانا وراه على طول بالمالك. ايه مش بقى تقطيع زي القطيفه، لا ده هي ايه هتشوف دلوقتي الطريقه، يعني من تحت وانا طالع كده نص كوس كده.
طب انت ما تخافش خالص ان هي تلحم منك، هي ما بتلحمش يعني، الخامة دي الكوريوم ده مش بيلحم، ما تخافش خالص، ما تقلقش خالص. بعدين لسه في وش تاني كمان. نقطة على الزاوية كده علشان تزيد. حتة زيادة زي دي ما تقلقش منها خالص يعني. احنا لسه الوش التاني هنصنفر برضه، ممكن نصنفر بسكينة بصنفرة ميتة خالص بعد كده. طبعا زي ما انتم شايفين كده التقطيعة بتبقى زي ما انتم شايفين كده، ايه واضحة كده التقطيعة. خلاص بقى احنا كده هنسيب الوجه ده ينشف خالص النهاردة، وبكرة ان شاء الله نجي نعمل نفس اللي احنا عملناه ده، يعني الوجه ده يخلص بالتقطيعة اللي انتم شفتوها دي بنفس الطريقة، وبعد كده بكرة ان شاء الله لو معانا صنفرة 400 هننعم بيها الراس الخفيفة اللي هي الحروف ده هي على الخفيف خالص، ممكن تصنفر وممكن ما تصنفرش يعني، بس انا هنعم بس الحاجات خفيفة عشان ما تعملش معايا ريجة ولا تعمل معايا اي حاجة. وبعد كده ايه هشتغل نفس اللي انا عملته ده، نفس الطريقة بتاع التقطيع كده بكرة ان شاء الله في الوجه التاني ان شاء الله. طبعا اللي بيتابعونا على اليوتيوب بيتابعونا على جروب فيسبوك مدرسة الديانات والدكتورات الحديثة، اللي بيتابع على الفيسبوك طبعا قناة محمد المعداوي على اليوتيوب، تدخل تشترك بقى وتفعل زر الجرس وجروب تنضم معانا، لو عندك اي استفسار اي حاجة موجود طبعا رقم الواتس هيبقى على الفيديو هتشوفه على الفيديو، انا كمان رابط الجروب هتلتقى تحت الفيديو على طول في الوصف. تابعونا احنا مكملين معاكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا بقى تاني للوجه الاخير في اللي هو عمال الكوريوم. طبعا الوجه الاولاني فيه عروق كده اللي احنا عملناها، بيطلع عروق زي دي كده اهي، كل العروق دي مطلوبة ان هي تكون ايه موجودة يعني احنا المفروض نطلع العروق دي تبقى ظاهرة كده. همسك بس علشان الحيطة تطلع كويسة، جيب صنفرة ناعمة جدا، يعني انا اجيب صنفرة تكون ناعمة جدا. طبعا انتم شايفين انا مقرب الكاميرا خالص، شايفين الشغل ما شاء الله تبارك الله عامل ازاي، في اللمعة بتاعت الكريستالة اللي فيه حاجة جميلة جدا. صنفرة ناعمة خالص، يعني انت لو عندك صنفرة 400 وبس يا دوبك عشان لو في حباية صنفرة ولا في اي حاجة تنهى منهم. هنعم الجنب كده صنفرة ناعمة خالص يعني 400، لو في انعم من 400 عندك مفيش مشكلة. هنبدأ بقى نشتغل اول، يلا زيت الصفحة
زي ما انتم شايفين المعلم عبد العزيز هو اللي هيفرد قدام مني الوجه الاول، الوجه الثاني هيفرد بالروله برضو اكساب، نفس اللي عملناه في الوجه الاول، وانا هنكرره تاني في الوجه الثاني. باقي العلقة ربع، طبعا بنشتغل عشوائي، مفيش حاجة يعني، بس هو اللمس زي ما انتم شايفين. طبعا احنا بننوه يا اخوة اللي بيتابعونا على اليوتيوب، اي استفسار ولا اي حاجة تابعونا على جروب المدرسة، جروب فيسبوك مدرسة دينات الدكتورات الحديثة، الرابط موجود تحت الفيديو على طول. نعم، ما تبقاش العروق بارزة قوي بقى زي الوجه الأولاني.
طبعا بيطلع الشغل زي ما انتم شايفين كده بالتقطيعة دي كده، هو قريب يعني من القطيفة شوية، لكن دي حاجة ناعمة أوي يعني وحاجة حلوة أوي، ديكور هادي وديكور جميل الكوريوم دون اللي بيحبوا الذوق الهادي يعني. طبعا كده احنا خلصنا الشغل، مفيش حاجة تانية هنعملها بعد كده خلاص. بننوه الإخوة اللي بيتابعونا على اليوتيوب، بيتابعونا على جروب فيسبوك مدرسة الدهانات والديكورات الحديثة، طبعا الرابط هيكون أسفل الفيديو. اللي طبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس ولايك للفيديو. كل الشكر للمعلم محمد فكري، المعلم عبد العزيز قورة، المعلم محمد طلعت. كان معكم أخوكم محمد المعداوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.